انطلقت اليوم من ساحة الحرية بمدينة جفصة مسيرة سلمية نظمتها حركة والنهضة، جابت شوارع مدينة جفصة لتصل إلى أمام مقر الولاية رافعة شعارات نادت خاصة بتطهير الاتحاد العام التونسي للشغل وبعودته إلى دوره الطبيعي بعيدا عن التجاذبات السياسية. كما نادت المسيرة أيضا بإعلام عمومي محايد، وذلك لدى وصولها إلى مقر ولاية جفصة. هيفا سلوجا التقت عددا من المشاركين في المسيرة. هذه مسيرة سلمية والذي نظموها أهل جفصة من جمعيات ومنظمات وأحزاب كحركة نهضة والسبيار والتكتل وغيرها من الأحزاب الموجودة. المسيرة دي هي بدرجة أولى هي حماية جفصة من المفسدين والمخربين حتى لا تعاد سيناريو سليانة ولا سيناريو بوزيد ولا سيناريو قصرين. فجفصة عصية على المخربين. كل من دعا على القنوات التلفزية وحاول أن يحرض أهل جفصة على ممتلكاتها وعلى مؤسساتها فهو مخرب. المسيرة دي هي كانت رد على الاتهامات اللي عملتها الاتحاد بخصوص الحكومة. ثانيا مسيرة باش نحط الحكومة باش تسرع في المحاسبة متاع الفاسدين. احنا الاتحاد منش ضده كهيكلة وكقيمة، اما تبقى الاتحاد بعض العناصر منه انضووه تحت عدة شعارات. الاتحاد يبعد يزم كل التجذبات السياسية. احنا ما يساعدنيش كمواطن بسيط ان يقع الصدمات. ماذا بينا اعلام يصطف مع الشعب كامل؟ الاعلام مش محايد، مصطف مع شق وشق لا مقصيه. احنا رانا كل شعب تونسي وراول باش يضرنا يضرنا الناس كل. اليوم الاتحاد حبوا تحولوا تونس الى قطعه خرده عن طريق شن اضرابات في كل الجهات. رانا باش نحلوا الاتحاد ونحولوه الى صندوق ملي دعم العاطلين العمل. انا محتار علاش الاعلام التونسي ما يجيبش الناس اللي طلعت بالاغلبيه في الانتخابات بطلعه عامه اعلان الاتحاد. نحبوا هذه باش يصلح تونس او يفسدها. احنا اللي ناشدوا بيه المجتمع التونسي النهار باش نعملوا اضراب عام، علاش ما نعملوش تبرع به البطاله، نعملوا به مشاريع.